بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولة داخل مخازن بدر ستار. احنا دلوقتي جوه المخزن. لفت انتباهي ما شاء الله شوية المكن ايه اللي موجودين هنا دول. مكان استيراد بس البلاش اللي معروض هو هيجيب لنا ده هو ما عندك علي بجميع انواعه منين دول مش عايزين لما شافوا المقاعد في الجلسه هو ده المكنه دي اصلا دايوه تبع شركه دايوه مكنه معدن كلها بالكامل ودي برضو نفس الموضوع ده كله مكن استيراد مكنة ناعمة جدا شكلها كده مش عارف امسكها عشان انا بصور ناعمة جدا 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 مكنة ما شاء الله عليها فيش كيس عندك فاضي كيس فاضي لا للأسف لبليب جميع انواعها لنس على رمان بلي جربات في هنا ده بوس هنا برضو لبليب لبليب رقعة بتاعت ريما سنون دي هوكات مكن دي كلها كراتين مكن كل ده كده كراتين مكن ما شاء الله مكن اكوا مارين كل انواع مكن اكوا مارين اس دي 65 دي اللي هي المعدن مكن التسقيط محترمه في ناس بتجيج بيها كل ده مكن كده ما شاء الله كل ده مكن عدان كل ده يا جماعه احنا داخل المخزن بص هنا بص كاست جوه بسم الله دي البوصة اللي هي ده بوص كراتين برضو 42 72 كراتين كلها دي ده بالكرتونة كلها ما شاء الله
محمد ده البوس بتنفس فول على وسط بتنفس فول من اللي هو العلبه 15 اللي هي الشفايف دي 50 ها اه ماشي يا حاج ده 100 ده 100 ده ايه ده 50 تمام ده بوس صب دي البوصة التايجر بوصة محترمة جدا جدا دي كلها كراتين ده بوص برضو بوص صب كل ده بوص صب ده كده بوص صب دي برضو الكرتونة دي بوص صب البتاع الأبيض اهو ده برضو بوص صب تمام يا عم محمد انا عايز علبه بس علبه فسفور من العلبه فسفور حاضر ده فسفور ما شاء الله ده اللي هو العلبه بلاس 15 في العلبه اللي فيها 15 اه العلبه اللي تيجي فيها 15 فسفوره فيها مفتوح هنا يا عم محمد دي كده 15 فسفوره اه ب 15 جنيه ب 15 جنيه فسفور محترم جدا جدا جملة. جدا ما شاء الله ده ايه ده علي ده غاب غاب صب 165 دايوة 165 دي كراتين كلها يا جماعه كراتين دايوة وفي 180 165 180 دي كراتين مقفله كلها ده يا علي ده مكان من مقاس 2000 مكان للكاست دي المكنه الجديده اللي لسه اه دي المكنه لسه مفكوكه سبعة رمون بيل مكان الله اكبر عليها ناعمه جدا 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 ما شاء الله تمام الله ينور عليك كم مقاس منها المقاس 2000 يا عم حماده 2000 3000 4000 كراتين يا جماعه ما شاء الله لحد كل مقاسات دي كلها كراتين لنفس المقاس 2000 ل 7000 ما شاء الله يعني 10 تمام اللي في الكراتين اللي هنا ده ايه كراتين دي ايه هنفتح ونشوف بقى نفتح كده بسم الله دي بوصه 4 متر ونص اباتشي انت عارفين كله عارف الاباتشي طبعا بوصة الاباتشي طبعا بوصة غنية عن التعريف بوصة ما شاء الله عليه تمام في بلانكات ما بتتكسرش طبعا ايه مفيش حاجة مكسرة بسم الله دي يا جماعة البوصة الدايوة بوصة جيجن كلكم عارفينها طبعا نعدلها بوصة الدايو ان شاء الله هنعمل عليها عرض جبار قريب بسعر مش ما حصلش في مصر 195 بوصة الله اكبر طولها 195 طولها 195 اصلا نص ربنا يكرمنا بقى ويقدرنا بقى ونبيعها لكم 195 اما نبقى اصحاب المصنع باذن الله بوصة الله اكبر عليها طبعا دي البوصة دي كلكم انتوا عارفينها حاولت اكسرها كتير ما بتتكسرش سمسيرها اكسرها في يوم من الايام بوصة الله اكبر عليها شمانو راجل اللوت بقى شمانو اه البوصة ما الناس كلها عارفة ان دي شمانو عاملة الناس بتطلبها بالاسم تقول لك عايز البوصة اللي انت كنت عايز تكسرها دي البوصة الضيوة برضه بوصة الله اكبر عليها بوصة ما شاء الله عليها يعني البوصة ديت الله اكبر عليها كلكم عارفين البوصة الضيوة دي طبعا اهي البوصة دي يا جماعة محترمة 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 انا متصور يا حبيبي اهي طبعا ايه ادي البوصة عشان الناس تبقى عارفة ادي البوصة اهي البوصة اهي زي ما انتوا شايفين يا جماعه الله اكبر عليها بصوا شايفين رجلي فين عشان برضو ايه
محدش يفكر. الله اكبر عليها يعني، بوصه محترمه جدا اضمنها برقبتي وبعين من عيال. خيوط جميع الانواع. الخيوط دي اسمها ايه علي؟ الخيوط دي راجل زبونة. مد ايدك كده. ايوه ثلاث سمكات طبعا، الخدة معروف يعني ما شاء الله عليه. تمام جريده. كل ده ما شاء الله مكن، ده مكن كل ده في منه كراتين. اي حاجه هنا موجوده في منها كراتين ان شاء الله. واير جميع مقاساته موجوده، اي كميه جمله موجوده. حاضر. كل حاجه مش كل حاجه موجوده جمله باذن الله. المكن ده بقى ده الصفقه الجديده ان شاء الله اللي ايه اللي الناس هتزقطط بيها باذن الله. مكن الله اكبر عليه، مكن ما شاء الله. الله أكبر. كل ده مكن ما شاء الله عليه، مكن استيراد ان شاء الله. الحاجات دي هيتعمل عليها عرض في يوم. المكنه ديت اللي على 7 امبلي وكنا حملناها قبل كده سوق لكل صيادين مصر جمله وقطاعي، جمله بسعر القطاعي. هنعمل اي حاجه ايه ترضي الصياد. السنون والسنون دي مدلات كتير عم حماده. المستاد دي في 421، في 515، تمام، في 922، تمام، في 401 تاني. انا اقول لكم على حاجه حلوه يا جماعه، احنا ايه نقسم الفيديوهات لكل حاجه ونعملها اجزاء. ايه رايكم احنا نعمل اجزاء عشان ما نطولش برضو على الناس اللي بتتفرج؟ نعمل لهم اجزاء، كل فيديو كده 5 دقايق نعرض لكم في كل حاجه بالظبط موجوده عندنا. ومعانا علي اهو، نظبط الدنيا مع بعض عشان برضو ما اطولش عليكم في الفيديوهات. ايه رايك يا علي؟ مش احسن كده؟ صح. الفيديو 5 دقايق. وكل فيديو عايز يتفرج على الصناعه يخش يتفرج على فيديو الصناعه. ايوه عايز يتفرج على البوصله. هنعمله اجزاء. خلي ده في فيديو البدايه كده، انتوا طبعا اتعرفتوا على الحاجه اللي موجوده. اعمل لكم بقى فيديو انا كده ايه اصور لكم بقيه الحاجه في فيديو، في الفيديو ده. وبعد كده اعمل لكم فيديو فيديوهات مفصله بقى اجزاء، كل جزء اشرح لكم فيه كل حاجه بالتفصيل بانواعها بكمياتها بكل حاجه ان شاء الله. في هناك ولا هنا؟ جميع مقاساته هناك؟ المكنه هنا ولا هناك؟ شوفوا بقى هناك، لو كده يبقى حد يشوفها لو هنا. طيب انا قلت عدي. المكنه دي مكنه استيراد. طب احنا كده بص ملقاف اللي فوق ده هي مش جلده، دي اسمها فله حره. ده الواد مصطفى اللي عايزه ياخده برضه، لو حد عايز يشتريه ولا حاجه هنبيعه. بس ايه هنتفق على شعره الاول. كل اللي فوق ده كده بلنكات ما شاء الله. نقفلها قريب. بسم الله. ودي علي فرجنا على المكنه دي. المكنه دي في منها 7000 وفي منها 6000 جرافيت، بس الجرافيت مضغوط حاجه عاليه. تمام. دي موجوده هناك في المعرض ها؟ هو هنا. تمام. في برضو عشان الناس بتسال على الطروحات غزل وحليب وجميع مقاسات على الطروحات. دي الغزل نايلون وادي الحرير تحت اهي، جميع مقاسات لناس فاضيه مقاسات مقاساتها كل المقاسات بتاعتها موجوده. ننزل تحت تاني
هنخش بقى فين؟ المخزن. بسم الله الرحمن الرحيم. دي بلانكات. نعم. بلانكات. انت مستصغره دي هلاد. كله بلانكات دي خفيفة جدا. بلانكات ما شاء الله عليها. بص يا محمد. بصيت لك، بص انا فضيت لك كل ده سنار من ايه عشان ادور لك على السنار. تمام يا حبيبي ربنا يكرمك. قلت لك كانت بتلاقي لك الكبير ايه نمره واحد. اللي انت وريتهولي. بص اكبر حاجه. البلانكة دي اللي هو اكبر عليها ما شاء الله يعني معروفة يا علي. البلانكة دي معروفة. بلانكة الله اكبر عليها. لا بلانكة محترمة ومعروفة. البلانكة دي كنا بنبيعها ب 1250 جنيه. امريكي. لما بتتقفل عود دي كنا بنبيعها ب 1250. بص يا محمود ده. الله اكبر عليها. ومفرغة يا جماعة وخفيفة جدا على فكرة. لو في ميزان هنا كنا وزناها ما تجيش 100 جرام. 85 احنا وزناها قبل كده 85 جرام. هناك في وزنها قبل كده البلانكات دي كانت 85 جرام. انتوا ما خدتوش غاب ريم خالص مش كده؟ غاب ريم لا خدتي. دي معالي القاروص. لا ده احنا شايفين كل ما اسفه. معالي القاروص. المداول هناك. اه كل دي معالق قروص. بص يا حاج دي معالق اهي، دي كلها معالق. معالق قروص. كل دي معالق قروص ان شاء الله. وايامها جايه بقى ايه في البحر الاحمر على البلاميطه ان شاء الله. مقاسات مختلفه واشكال واحجام وكل حاجه. حاجات ان شاء الله تحف. وانتظروا الفيديو بقى اللي هو يبقى بالاسعار ان شاء الله. خلينا ايه هو حاج حماده عرض الموضوع بس. اه ما هو الموضوع لسه هينزل لكم. بنعرف الناس ايه اللي موجود بس ايه الصبر حلو. نشوف اللي موجود ده جرز عشان لما نعمل فيديو تاني. بص كبير ده جرز اهو للجمله والقطاعي برضه اهو. حاجة عواجيك نظامه ايه نظام شغله دوائرات. ده مثلا بتركبه في العود كده. هوك واير بتركبه في العود كده. انت مثلا حطيت مكانتك هنا بس احنا مش هنحط مكنة بقى عشان الوقت. تمام. المكنة بتبقى محطوطة هنا. بتقوم جاي انت حاطط الجهاز ده هنا كده. تمام. في الفايبر حطه هنا. تمام. تمام. ليه زرار في الجنب بتدوس عليه كده بيشتغل. اه ماشي. بتعدي الخيط بتاع المكنة من هنا كده تاخده على ايه على الدولفين ده كده. تمام كده بيبقى كده. يبقى احنا كده نشيل الوصله معايا كده يا عم حمد. هي فيها حجر؟ اه فيها. طيب تمام. بركبها كده يا عم حماده اهي. وبتاخد الخيط اللفه كده من عليه. اه اللي هو السمكه. السمكه تاكل يعمل معاك صوت اهو. هو الخب يسمعك يعني مثلا ممكن تروح تحط الود على البحر وتروح. تمام. وتسمع الصوت تيجي جري بقى ايه الخب بقى ايه معدي زي كده برضه. يعني انا اقول اوريك زي ايه بالظبط. معلش يعني ده مثلا احتبر ده الخب بتاعك يا جماعه. بتقوم انت جاي بين على المكنه عشان ايدك بتمسك بشكل انت خد تحت اهو. ادي كده هي يا جماعه ديت الايه. اول ما الخب يتشد اهو. اول ما السمكه بتاكل اهو اقل لمسه زي ما انتم شايفين كده. اقل لمسه مجرد ما السمكه بتاكل نقرت حتى نقره بسيطه كده ايه لكعت وشكرا. في هنا بص يا عم حوامل عدان جلب. في الغاب ده لو عود صب الجلبه بتاعته كسرت ولا حاجه. دي جلب كلها اهي. في العود ده 6 متر صاموله وعاديه. في العود ده 6 متر. تمام. بص العود ده قفلته قصيره يد عود شط 6 متر. العود بتاعته صغيره خالص معروف. ده عامل 105 ما شاء الله. 105 تمام. عندنا ايه هنا تاني؟ عندنا السنار الكراون ده
ما شاء الله ده كله كده ده سنار كراون، ده سنار الكراون اهو في المكنة دي 6000 جرافيت سعرها اللي هي اللي فوق دي سعرها مناسب للجميع يا عم حماد. كم سعرها يا علي؟ هي ديت عم حمادة ممكن يعني ممكن نعملها مثلا من 75 لـ70 اه يعني من 70 جنيه 75 جنيه قطاعي تمام، وفي منها جملة وقطاعي تمام. مكنة 6000 جرافيت عليها شعر يا مكتوب عليها 3 مللي يا عم. احنا هنقفل الفيديو ده دلوقتي تمام تمام، ونبدا نعمل فيديوهات جديده يا جماعه باسعارها وكل حاجه بالتفاصيل على طول. والاسعار مش هتبقى دلوقتي على كل حاجه عشان في لا ده كمان ده في حاجات لسه هينزل عليها يعني في حاجات هينزل عليها